فقيه ابن مخلد الأندلسي رحمه الله، هذا يقال أنه يعني كان عنده ربما أكبر مسند للحديث، لكن لأسباب معينة ضاع 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 جزء كبير منها. بقي ابن مخلد هذا ضرب من الأندلس يعني إسبانيا، مشى حتى لبغداد، اللي كدولي الأندلس بغداد، نسى الطيارة، نسى الطوموبيل، السيارة الوحيدة اللي كانت هي القافلة، ممكن تسمو سيارة، ها جاءت سيارته، فنسى السيارة اللي هي الطوموبيل، نسى القودرون، شي طريق الدراري اللي كيسافروا تبارك الله كيديروا التريب كيهزوا الساكادو داكشي إلى آخره، راه أمورهم ميسرة حيت واخا ما يلقاوش فاش يركبوا كاين القودرون، كاين التوفنا، كاين البيست، كاين مريرة خلاوها الناس العروبية اللي غادي تدوز منها أنت، هذا ما كاينش، خاصو يدوز من الطرقان اللي كيدوزوا منهم القوافل باش يقدر يقطع. ما تخيلش راسك غادي مثلا من الأندلس وكتلقى مثلا غرناطة 30 كيلومتر وغادي تلقى غرناطة 29 كيلومتر، ما كاينش هادشي، غيضربها إما كعبة على رجليه وخاصو يوقف في شي قنت باش يتزود ويقدر يخدم ولا شي حاجة، يهز حمال يهز تقول لعباد الله باش يدوروا معاه باش يقدر يلقى باش يهز الماكلة، حيت ما غيهش هو الباكتاج ديال الماكلة اللي غادا تقدو من الأندلس حتى لبغداد. وهذا الشيء كله لاش باش يتلاقى مع الإمام أحمد. من ظهره لقى الإمام أحمد في مرحلة المحنة، ديك الساعة بداو يتعاقبوا الخلفاء الذين كان بلاطهم يتكون من شنقول لك القريدية الكبار ديال الاعتزال، فكانوا يجبرون العلماء على القول بخلق القرآن، أن القرآن هذا ليس بكلام الله وإنما هو مخلوق، والإمام أحمد هو اللي بقى شاد. وفي هذيك الفترة اللي كان عنده هو مشى لقى الإمام أحمد مضروب عليه الحصار، كنقولوا حنا في الإقامة الجبرية ممنوع عليه لا التحديث ولا تشي حاجة، وتخيل أنت ديك الطريق كلها ضربتها، ويقول لك بحال داك مول الامتحان اللي هضرنا عليه قبيله، واه ثاني واه ما قال صافي الله يعاون الله يعاون ويرجع لحالته، كيقلب خصو تخريجه، ما يمكنش انا ضربت ديك الطريق على قبل الحديث ناخذه من عند الامام احمد وانا من وانا من نرجع نرجع بلاش. فلقى واحد الخطه يديرها مع الامام احمد، علما ان الطلبه صافي حتى واحد ما بقى قادر يمشي عنده، يخاف اللي يمشيو عنده يشدوهم، كان اضطهادات كبيره في ذاك الوقت. فكان يطرق بابه كأنه فقير مسكين يسأل المعونة والعطاء لله، دوروا معنا شوف بعينك وحن بقلبك، أنت كيطلب يأتي بهذه، تخيل هذا طالب علم وجاي ويرضى لنفسه هذه الحالة ديال أنه يجيب حل شي طلاب على قبل العسكر اللي كيدوروا تما، وتيخرج ليه نعم سيدي شي حاجة باش ياكل ويلوح لي حديث، حديث واحد ويرجع، لان لا طول معاه الهضره كيفاش طلاب كتطول معاه، وما خصوش يرجع صباح وعشيه، مره في النهار مره في يومين، قضيه مزيره سير ضرب ثلاث ايام وعاود رجع. المسند الامام احمد تقريبا شحال فيه من حديث؟ كنلعبوا في 40,000 حديث تقريبا، في واحد 40,000 حديث بالنسبه لك، غادي يجي وغادي يطلب ويعطيك حديث في النهار او مره في يومين، تكمل 40,000 حديث شحال خصك الوقت؟ 40,000 يوم ضربها في جوج، إذا كانت مرة في يومين 80,000 يوم، والعام فيه 360 يوم تقويم الهجري، حفيدك إلا خليتيهم. وبقى الإمام أحمد كيدقوا لي البراوات باش يبقى حي، ما غيدركوش 80,000 يوم، وما عاد شحال؟ الله ينورك 62 عام، وخا تكون سلحفات وهو يكون أم السلحفات، ما دركش هذه القضية، ومع ذلك لزم طرق الباب، وشاء ربك عز وجل أن تفرج المسألة ويرجع الإمام أحمد إلى التحديث في مجلسه. كان ملي تيتم جاي داخل بقية بن مخلد كيقول لهم حلوا هذا طالب العلم، تيجيبو تيجلس وحده، وأخذ من عنده المسند كاملا. شنو هو الوقت اللي مخصو انت
لتتميز في شيء تفعله. شو الوقت الذي نخصصه لتعلم كيف نربي أولادنا؟ شو الوقت الذي نخصصه لنتعلم كيف نقرأ كلام ربنا عز وجل على الوجه الذي ينبغي؟ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا أمر من الله. شو الوقت الذي تخصصه لتصير في الرتبة رقم واحد على الصعيد الوطني مثلا في تخصص تريده أنت؟ دربكم أنت مثلا شنا هو الوقت الذي تخصصه باش تميز في شي حاجة اللي غتنفع فيها مثلا دربكم؟ شنا هو الوقت الذي تخصصه باش تعلم مثلا الدراري ولا دربكم أنتم شي حاجة اللي أنت أصلا متميز فيها مزيان؟ ها الفترة ديال الإجازة الصيفية والدراري عا كيتم طرقوا في الزناقي، شنو كنديروا له حنا كاع؟ حيت إلا حنا ما ضابطينش التوقيت ديالنا حنا وما حاطينش راسنا برنامج، راه يصعب علينا جدا أن نسهم في ضبط برامج للناس. حيت ملي غتبغي دير للدراري برنامج وغيعيطوا لك مثلا الخوت في الجمعية أجي راه اليوم راه النوبة ديالك، فأنك أنت اللي غادي تأطر الشباب. وفي الحقيقة والله العظيم يعني البارح صارت وما فيهاش ما يجي. شوف عيط لسمير وقول لي لا قدر يجي بريكولي معاهم شي حاجة ولا صيفطهم حتى الغداء. إلا كنت أنت مضيع وقتك غتضيع الوقت لعباد الله. لو ضيعتي الوقت لعباد الله غنوليو في مسؤولية مضاعفة.